منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان مؤمنا كان أو ملحدا أن يفر منها. ذكره يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، إنه أمر فظيع وأليم. لو نجا منه أحد لنجا منه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم.